الكنيسة هي صورة السماء على الأرض، فهي أقدس مكان في العالم، وتسمى بيت الملائكة الذين يملؤونها مع القديسين أثناء القداس الإلهي وطوال كل يوم. ليه؟ لأن المسيح بنفسه يكون حاضرا بجسده ودمه ويعطيه لأولاده. إذن ما هو المطلوب من كل إنسان مؤمن، من كل إنسان يعرف مع الله معرفة حقيقية؟ وهذا الكلام بقوله مش من نفسي، عشان البعض بيفتكر إن احنا بنقصوا على الناس أو بنتسلط على الناس. كاتب هذه القصة يقول هذه العبارة: قف للصلاة قبل أن تدخل الكنيسة، وعند بابها ارشم ذاتك بعلامة الصليب، ثم ادخل واسجد أمام الهيكل أو في مكانك. بالنسبة للسيدات، اسجد بخشوع واحترس من التحدث أثناء الصلاة وحتى في غير أوقات الصلاة. صعبة؟ صعبة، بس دي الكنيسة، دي الكنيسة. إيه اللي يمنع إن الناس بعد ما خلصت القداس الإلهي وبكل هدوء، حتى لو في، مش عايز أقول مش هنسلم يعني، لا هنسلم بس بكل هدوء، لكن لما موضوع ياخد موضوع ونسة وشغل، وعملت ايه في الشغل، وهتطبخ ايه النهاردة، وهتمشوا تاكلوا ايه النهاردة. لا احبائي، لا، هكمل هذا الكلام. الكلام دي ننزل بيه تحت، ننزل بيه تحت، نتكلم بيه تحت صالة الكنيسة. اي نعم مكان مقدس، بس ليست في حضن الكنيسة، ليست في صحن الكنيسة. احترس من الصلاة أثناء، من التحدث أثناء الصلاة وحتى في غير أوقات الصلاة. اعلم أن المكان مقدس، فلا تتكلم في أمور مادية أو عالمية. دي المعرفة الحقيقية لله، لأن ده بيته. ما نقولش بنعرف الله ونحن نستهتر بكنيسته، سواء أثناء القداس، الناس اللي ورا، الناس اللي بالجنب، الأطفال، ما فيش حد شغال بالدنيا ولا بالقداس. لا لا يا أحبائي، محتاجين إن احنا نفوق. الكنيسة صورة السماء على الأرض، بيت الله. عشان كده اعلم أن المكان مقدس، فلا تتكلم في أمور مادية أو عالمية. الحاجة الأخيرة بالمرة يقول كده: وإن مررت بكنيسة في طريقك فارشم ذاتك بالصليب وردد الصلاة الربانية. متهيالي ده تقليد استلمناه من آبائنا وأمهاتنا، كل ما الواحد بيعد على كنيسة برشم الصليب، سواء قال أبانا الذي أو لم يقوله، لكن برشم الصليب تقديرا واحتراما. وهذا هو بيت الله، وهذا هو بيت الملائكة والقديسين وجميعهم حوالين المسيح صاحب هذا البيت والحاضر في هذا البيت. دي الصورة، الصورة اللي عايزنا فيها ربنا في الآخر. الكنيسة شبه المسيح، نكون في صورة ابن الله، نكون في مخافة بيت الله، نكون في حضور بيت الله بكل احترام وتقدير. يبقى إذن لما يجي الشماس ويقول لي كده: اسجدوا لله بخوف ورعدة، قل له العبارة دي، قل العبارة الموجودة دي على الباب الكنيسة، وإحنا داخلين الكنيسة نقول له كده: أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. أنا لا أستحق يا رب، أنا لا أستحق أن أوجد في بيتك، لكن أشكرك بعظيم رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك.